petit déj ou je vais encombrer le petit déj. Mais je suis à l'arme le petit déj. C'est pas que mon mot, l'yom. Je suis très bien. Je suis en train de faire la chambre. C'est le hasard qui est là. Good morning. هذا هي الطاولة متاعنا. شوفوا الامبيانس. لازم نخلي لكم اسم الهوتيل هذا. بصور لكم شوية. Mon endroit préféré, les ghallah. On a dit c'est d'après ma ghallah. Je suis en train de faire ma ghallah. Je suis en train de faire ma ghallah. Je suis en train de faire ma ghallah. Déjà, j'ai pris 4 tomates, j'ai pris 3 et j'ai pris 1. C'est Akram. C'est l'autre Alpha. وهذه الأخت إيما. هذوما أصدقائنا في فرنسا اللي استدعاونا ومشينا محلاهم. وهذه أمبيونس مع سوسو بودوسو. هذه أمبيونس عالمية تبدأ بالغلة عكس العباد الكل. هيك هي الدكتورة. أنت شنو عزيز؟ صراحة بصراحة هوتيل اكسبسيونيل. لا اكسبسيونيل باش نخلي لهم اسمه صراحة اونيتمون معناتها ننصح به أي عبد باش يمشي لامستردام فريمون. إيما باش نعوموا إيما مامو باش نعوموا باش نعوموا اليوم في الليل باش نعوموا. تشيز تشيز برجر يا أمستردام فيها احنا توا ماشيين وسط أمستردام باش نحوسو مو اي باش نعملو شوبينغ كالعادة آخر حاجة هي شوبينغ أما هذايا يعني آخر ثاني يوم في أمستردام اي هذا غدوة باش يكون ثالث يوم وبعد باش نتحولو لمنطقة أخرى وي كالعادة صحابنا هاكو في الجولف مقابلتنا مو البطل يسوق عجبتك في السياقة في أمستردام؟ عجبتني برشا بصراحة نعرفها عشت لهنا طفولتي الكل عديتها هنا واو شوف 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 محلاها الفيل معروفين تبارك الله عليهم بالبسكليتات وديما تلقى بسكليتات وتلقى عباد بالبسكليت يمشيو اصلا عندهم زحمه في السيارات نتاعهم يعني وقت اللي تحب توقف سياره توخر شويه باش تلقى باركينغ وين توقف مي سينون ياسر تبارك الله جميله جدا امستردام الحاجة اللي عجبتني فيها برشا هنا محمد هي الكياسات نتاعهم معناتها صراحة يا سلام
ولكن اكبر كبيرة يعني فيها برشا انهار. مش نعمل جولة في الباتو زيدا بعد ان شاء الله تصوروا لكم وينك شو هكا. طب شو تخلو في النهج اللي ورانا هذيك نعم. ايش قولك في امستردام؟ عالمية. وريهم الشجرة جهنمية. عدا محليها شجرة مو جهنمية.
ان شاء الله الفلوغ متاع اليوم يكون عجبكم، واذا كان عجبكم وتفرهدتوا وانتم قاعدين تتفرجوا فيه فحطوا لايك للفيديو واشتركوا بالقناة. وتوا باش نعطيكم نصيحة اليوم واللي هي تكملة الموضوع المرة اللي فاتت، اللي هو لو نو مونتال وستوب ثينكينج. بما انه برشا من الرسائل اللي ارسلتوها لي كيفاش نطبقوا ستوب ثينكينج وبرشا فيكم يحبوا يبداوا التطبيق، فقررت انه الفلوج هذايا باش يكون فيه اول تمرين انا نحبه برشا ونطبقه ياسر في حياتي. وان شاء الله باذن الله في الفلوجات القادمة ممكن انه باش نزيد نعطيكم اكثر معلومات واكثر عن الفوائد متاع لو نو مونتال لو ستوب ثينكينج، بزيدوا تعرفوا قيمته اكثر فاكثر. التمرين هو تو سامبلومون، هو تمرين فريمون اللي تري فاسيل، بسيط وعميق جدا. معناتها انا ديما نقول اقوى حاجات تلقاهم ابسط حاجات. فالتمرين هذايا ما نطولش عليكم، هو تو سامبلومون تقعدوا في مكان اللي تحبوه. معناتها مش لازم يكون مكان يكون هادئ ولا يكون بلاصه لازمها تكون ما فيهاش حس، لا با دي تو. دونك يكفي انكم تقعدوا في البلاصه هذيك وتغمضوا عينيكم وتركزوا على صوت اكستيريور، تركزوا على اون فوا اكستيريور، على صوت خارجي. الصوت هذايا ينجم يكون صوت مثلا مكيف كليماتيزور، صوت شوفاج، صوت عصافر عصافير، صوت الهواء، اي صوت خارجي، حتى صوت متاع حركه متاع العباد. نجم اصلا تسمع لو سيلونس، خاطر حتى صوت لو سيلونس متاع الكون مسموع. معناتها انك تغمض عينيك وتسمع صوت الكون، الكون بيدو عنده صوت. ليسونسييل انت تغمض عينيك وتركز في صوت خارجي. والسر انك وانت مركز في الصوت الخارجي تسأل روحك سؤال، انا تو فاش قاعدة نخمم؟ الاجابة بيان سور باش تكون انك ماك تخمم في حتى شيء، ماك باش تلقى حتى شيء تخمم فيه، لانك اصلا انت مركز في الصوت الخارجي. وقت اللي توصل انك كي تسأل روحك تلقى روحك بالحق ماك تخمم في حتى فكرة، ما فما حتى فكرة متعدية بالذهن متاعك، اسمومون لا تنجم تقول اللي انتي فريمون عملت لو ستوب ثينكينج، وقفت الذهن متاعك ورتحت الذهن متاعك. لهنا برشا فيكم باش يبداو يطبقوا باش يقولوا لي والله احنا بدينا نركزوا في الصوت الخارجي ونسخايلوا رواحنا انه احنا مناش قاعدين نفكروا، وبعد ما فيقوا بروحنا كان سرحنا ودخلنا في فكرة ورا فكرة وما فقناش، بعد قلنا شبيني مش كنت مركز في الصوت الخارجي. لهنا نقول لكم سي نورمال سي لوجيك، اول ما تبداو تطبقوا اكيد انه الذهن متاعكم باش يحاول يرجعكم للمنطقة اللي هو يعرفها، المنطقة اللي هي كل تفكير. فهيك شي يعرف الذهن متاعكم، يعرف انه ديما يتحرك، هيك الحاجة اللي عودتوها عليها انه ديما يتحرك وديما يخدم وديما يفكر، ما عودتوهش انه يرتاح. فما تخافوش سي لوجيك. تو سامبلومون باش نعطيكم الحل هذايا اذا كان حصلت معاكم الشيء هذايا. الحل سهل برشا. وقت اللي تصير لك الحالة هيكي وانتي ظانن روحك مركز في صوت خارجي وظانن انه الذهن متاعك مرتاح وانك مكش قاعد تفكر، وفجأة تفيق انك سرحت ودخلت في افكار، فسهل برشا جوست عاود ارجع ركز في الصوت الخارجي. خلي كاينيك الفكرة اللي جات تعديت ورجعت للتركيز متاعك في الصوت الخارجي، يعني ما تقاومهاش، ما يحصل لكش احباط وتقول شبيني ما نجمتش ولا شبيني سرحت، راهو عادي سي لوجيك. دونك تو سامبلومون الحل بسيط جدا ويرجعك للاكس ويرجعك للسنتر اللي احنا نحبو نوصلو له، هو انك تعاود تركز في الصوت الخارجي. علاش؟ باش ترتح المونتال متاعك وترتح الذهن متاعك، لانه تتشوفوا في الفلوجات القادمه باش نزيد نعطيكم الفوائد العميقه متاع الشيء هذايا. انتم باش تبهتوا وتقولوا ما ظنيناش انه غيان كو
كيف نرتحوا المونتال نتاعنا والذهن نتاعنا ونعملوا ستوب ثينكينغ. الفايده الكبيره هذه باش تحصل في جسمنا وفي صحتنا. فأكيد اللي باش يبدا يطبق هو باش يبدا يشوف النتائج. وانا في الفلوجات القادمه باذن الله باش نزيد نعطيكم فوائد التمرين القوي هذايا باذن الله. يلا ابداوا طبقوا وخليوا لي في لي كومونتير التجارب نتاعكم وتطبيقاتكم وشنو اللي صار معكم كي طبقتوا اكسيتيرا. وقولوا لي زيدا اقصى فتره نجمتوا تطبقوا فيها التمرين، هل هي دقيقتين ثلاثه اكثر؟ كل واحد يحكي تجربته في لي كومونتير وباش كل واحد يستفيد من تجربه الاخر. وانا ان شاء الله بقدره ربي ندخل معاكم ونعطيكم اذا كان عندكم اسئله، اذا كان عندكم تجربه حبيتوا تبارتاجيوها، نتفاعلوا مع بعضنا الناس الكل ونخليكم على خير ان شاء الله.